أضرب لكم مثال على شباب نت. بالأمس تعرفت على مجموعة عملوا حسابا في التويتر، مجموعة شباب سعوديين، شباب، وأسسوا موقعا إلكترونيا إي ديالوج، حوار إلكتروني مخصص للدول الأوروبية والآسيوية. تو بدأ الحساب ومجموعة شباب طلاب علم محترفين كل يوم يسلم عندهم مجموعة أشخاص، كل يوم من أوروبا ومن آسيا وشرق آسيا، يوميا يدخل في دين الله عز وجل أفرادا مسجلون بجنسياتهم وهوياتهم. مجموعة شباب إي ديالوج، دش على ملفي في التويتر، آخر من اتبعتهم هم إي ديالوج، واتبعهم واستخدم حسابهم وانشره في أوروبا وانشره في بعض الحسابات باللغة الإنجليزية. من دخل إلى موقعهم وأسلم بسببك فلك الأجر. شفت شلون أمر بسيط؟ إسلام هاوس. فيه كل معلومات الإسلام والرد على الشبهات بأغلب لغات العالم، ومخدوم عن خلال الآيفون والآيباد والبلاك بيري والأجهزة الحديثة. موقع تنشره اليوم بالإنترنت لك أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة.